كتحضروا معنا في هذه عمليه النداء في هذه بدايه حصه العمل اللي كتسمى 13:21 يعني الساعه 13 الى الساعه 21. كاين عناصر ديال الحضاريه بصنفيها يعني الحضاريه وشرطه المرور اللي خداو التعليمات وخداو الجديد فيما يخص التعليمات اللي غادي يشتغلوا بها اثناء هذه الحصه من طرف العقيد القبطان رئيس هيئة الحضارية، من طرف رئيس قائد المرور، من طرف ضابط التعاون والانضباط اللي كيتزودوا بالتعليمات الجديدة، كيلتحقوا بالمناطق اللي تعينت لهم أو الأماكن اللي تعينت لهم باش يقوموا العمل ديالهم مزودين بهذوك التعليمات اللي هي تلقاوها في أثناء هذا النداء. فيما يخص عمليه الحضاريه اللي كتوزع ما بين تامين الابواب 6، كاين 6 الابواب في الميناء كيامنوا الدخول والخروج من والى الميناء، وكاينه الشرطه ديال المرور اللي كتامن وكتنظم حركه المرور المهمه والمهمه جدا اللي كيعيشها يوميا ميناء مدينه الدار البيضاء. وهذا العمل ديال الابواب راه من الاهميه بمكان، بحيث انهم يراقبون دخول وخروج كل من داخل هذا الميناء، يسمحون بالدخول مثلا لاصحاب الجوازات المرور اللي عندهم لي باتج داكسي كيسمحوا لهم بالدخول، كيفتشوا السيارات المشكوك فيها وكيفتشوا كذلك الشاحنات، كيفتشوا الشاحنات لمحاربه الظاهره ديال الهجره السريه او الناس اللي كيرغبوا في في, في في الهجره السريه عبر البواخر الراسيه في هذا الميناء هذا، اضافه الى انهم كيامنوا المناطق اللي عندها واحد الأهمية خاصة أو عندها واحد الحساسية معينة داخل الميناء.